ميرسي بوكو. هاي برو. ميرسي بوكو على الاستضافه. سا في بليزير تكون معكم في اول حلقه اكسكلوزيف بحذاكم. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. كنا نسمع في موسيقى بنينه برشا ومازلنا باش نسمع تيتر اخر من عندك. حاجه نيفو عالي برشا. انا راني خاطر ما نعرفش برشا لي جون معناتها نحاول باش نعرفهم الكل. مي فريمون اون تري 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 بيل سوربريز. حاجه تشرف بالقديه بالقديه وفرحان. اسمه على خير من كريم خربوش معنا انا بالكارير واسمه على فازت ما نعرفوش برشا وجونيس. يا شباب حلو اذنيكم معنا شرشي وطبه وشوفوا شوفوا الشباب راي تخلق راي وما زلت ما كيما كيفاش يقولوها ما زالوا في ظلام معنا. نسيم كي تقول لي شرشي شو معناها كيفاش مثلا تو واحد في دارهم تو كان ما يعرفش الاسم ويدخل ولا ما يقولوش واحد كيفاش يعمل باش يعرف برودوي تونسي هذا الاندر جراوند اللي موجود في الحوم مازال وكذا كذا كيفاش حل فما فما حاجه اسمها انترنت فما فما الجوريتم تاع يوتيوب معنا فما الجوريتم تاع يوتيوب اللي اللي خرج لك حاجات كيما هكا فما شارع تمشي له فما فما تشوف ناس ونعرف هو جينيرال ممكن تقعد تتفرج في اليوتيوب في الغنيات ولا بعض ولا يعرضوك حتى على الغنيات ترى يعني قداش من غنيه معناها انك تشوفها جوست بالزهر تحلتك فهمتك تقعد تسمع دونك للناس للي جون ما نقعدوش نوحلوا مع نفس لي زارتيست ونكونسوميو خاطر عندنا برشا مواهب على الاخر طايرين مي جوست مازال ما طلعوش للضوء ما طلعوش للعباد معنا باهي. اصيل زغوان. اصيل زغوان اي تحيه زغوان. تحيه زغوان. تحيه الناس الكل في زغوان. البدايه صعيبه كلمه كلاسيك على الاخر. بدايه صعيبه والتو هذولي مازالت صعيبه شويه تو مش كيما قبل. باهي مش كيما قبل احكي لي شوي. باهي انا بديت ان 2018 اوكي دو باز انا نعمل موسيقى باللونجلي ما نعملهاش بالتونسي اوكي حبيت نخلط لك الحلم انه واحد من تونس يطلع بلغه ماهيش لغته فهمتك ويضرب يولي كيما فرنش مونتانا فهمت واه ارتست عربي فرنش مونتانا كان واحد من الانسبيراسيون خاطر حاجه في المغرب العربي تطلع تكون انت باسمك وبقيمتك وبقدرك في بلاد اخرى فيها ارتستوات كبار دي حاجه صعيبه فهمت حقيقه العربي ما مشاتش الحاجه هذه في تونس ما تمشيش للاسف الشديد نعرفوا الاحساس قعدت عامين نعم في موسيقى بالانجلي اوكي مي لو طون اللي بديت نعم في موسيقى بالعربي وقتها بديت نتحرك اوكي اي بيان سور لازمك تغني بلغتك اوكي نغني بلغتي ديك حاجه صحيحه مي انا وقتها جو فيز حاجه اخرى اللي نجم توصل سامحني بلت يعمل وصل العالميه باليلي دي اللي لا لي كلام تونسي صحيح زاد فايما لازمنا ما نساوش زاد الهويه نتاعنا صحيح مي شوف مش كيما مش كيما مش كيما فيها فيلينغ معناها مش نعرف فيها لكن غنيه تونسيه اي غنيه تونسيه ما يفهموا فيها العباد مش يفهموا مش شيخين على الموسيقى ليه ما نسوش فما حاجة سامحوني لحظة فما حاجة اسمها فايب من غير ما تفهم انت شنو ارتيست قاعد يقول راهي تدخل لك القلب كيما كيما انا شنو فيزيت انا حبيت التوانسه ندخل قلب التوانسه باللونجلي بلغه ما مش يفهموها خاطر انا نجم نعبر باللونجلي الحقيقه نتاع ربي خير من العربي اما المارشي معبي او بوان اللي اللونجلي نتاعك ما وصلش كان جات فارغه شويه نقولوا تنجم تعمل حاجه اما المارشي اللي انا فيه باللونجلي في تونس فيه كعبتين ولا ثلاثه من الناس مالوريزمون منهم نسيم فهمتك منهم كاتيبون منهم انا اسمها سمين اي نسمي لا ما تعرفنيش هو الراب نتاع انا نشوف منهم قرنقص قرنقص باللونجلي يقرا يوتيوب قرنقص اليوم علاش نتكلم معاكم تفضل اليوم في الحوم مش الصغار الكل قاعدين يخلطوا باش ينجموا يقراوه يعني كنت تغني له باللونجلي ماهوش باش يفهم ديفيك لازم تعطيه اللغه نتاعو لغه الشارع نجم نحفزه انه يفهم ليه يولي يقرا ويفهم يقرا ليش فما ناس ما عندهمش اورديناتور في الدار باش يقرا وباش يفهم نجم توصل له انت المعلومه بالتونسي ولا نجم توعيه بالتونسي بالموسيقى علاش ما نقولوش انا كنت نعيش في موند وحدي راهو ما تنجمش انت تحاسبني على هذا اللي نعيش في موند وحدي انا كيف فهمت انا بالعكس انا نشجع الفنانين التوانسه انهم نغنيوا بلغه نتاعنا خليني نقول لك سامحني خليني نقول لك الفئه اللي تحكي عليها انت معناها راهم يسمعوا في يسمعوا في التراب والراب باللونجلي من امريكا ومتاثرين قامش اللي سيك ونهار حط كيت ويعمل لك ومش فاهم شيء يجي واحد تونسي يعمل حاجه بالانجلي يقول لك علاش تسمع دريك كان علاش ما نسمعش تسمع دريك هو وقت علاش هو ما يحاربهمش بلغتهم اش قلت لي علاش هو ما ينجمش يوصل ويحاربهم بلغتهم وينجح بلغتهم
حتى يحارب ساعة الحارب اللي موجودين هنا ومن بعد حارب اللي غاديك كاش يصير له. عرفتك المواطن الخارج اللي يجيب ده مش فيهم روحه فرنساوي ولا تونسي، يعني على الاقل ابدا اخدم انت على التونسي ومن بعد كي توصل للنيفو معين نجم تفيت معه. هو بدا بالانسبيراسيون نتاعو سكيلو جي يسمع ولا شونغلي غنى هكاكا ومن بعد توا بدا يتونس في الشيء نتاعو. تحب سامحني سامحني قصدي عليك، مو تحب ولا تكره ديما لا ولا ارتيست عنده فما ديفاكس من الاول انسبيراسيون ما تعرفش على روحك فاش تعمل تبع في هذا تبع في هذا تبع في هذا صغير مازال مي اسيغتام امورك تلقى روحك. هاني لقيت روحي بلوختي بكل شيء وبقدره ربي ان شاء الله نعمل حاجات لي في مخي فهمت ولا لا. فما دي فاس كل وقت مزيانه على الاخر ولات زيتاب محترمهم. عندك 16 تيتر في وسطهم تاع الانجلي هذوما ولا 16 تيتر بالتونسي؟ فما لا 16 تيتر كانوا 65 تيتر اوكي كانوا 65 تيتر كلهم بالانجلي مي توا المانجمنت وكل شيء قالوا لي انت توا ركز في العربي ما تراكيت لي بالانجلي موجودين على سبوتيفاي مي على اليوتيوب فما كان 16 تيتر كلهم بالعربي. تعبتوني 3 مليون ونص على اليوتيوب 3 مليون ونص 3 مليون ونص 350 عندي 3 مليون ونص مشاهدة على اليوتيوب مشاهدة توتال 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 مش خايب مش خايب وكلهم راهو في ظرف 3 شهور هذوما الكل راه شنو 3 شهور انا راني موجود 3 سنين اما بنت وبديت نعمل في نويمر كان 3 شهور التالي اوكي اوكي يعني رقم قياسي في وقت قليل جدا. وباش نقول لك حاجة توا التيتر الاخراني نتاعو 600 ألف في جمعتين راهو أرقام تاع رابوريت موجودة 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 تاع رابور كبير يهبط راه تاع 600 ألف في جمعتين مؤشرات نتاع نجاح كبير رباب ستودي للأرقام هذيا شنو أنت بنت الميديا شنو تتكهن له ترى؟ والله أنا نتكهن له أنه معناتها باش ينجح باش يضرب على الأخر خاطر أنا باغازاغ عندي 3 جور قاعدة هكا نزابي في الانستغرام وكل وردني هو باغازاغ قعدت سمعت الغنية مرة الأولى عاودتها الثانية الثالثة الرابعة يبي قلت شكون هذا شبي ما يعرفوا حد معناتها شبيني اول مره يعرضني عرفت نحكي طرفة قاعدين في ريونيون صغرونا سي محمد الدهش حطيت له موسيقى الموسيقى هذه متاع صديقنا كهو قاعد يسمع 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 ومن بعد دار لي قال لي وينو هذا قاعد يهبط في الموسيقى قلت له قال لي ملاوينو قال لي هاو متكب جنبك هو ساعات راهو يضرب تيتر من بعد يخلطوا لي تيتر الكل تاع بالليل لازم صبر راهو واحد مش ديريكت باش يطلع من الاول باهي يعطيكم الصحه. انا الحقيقه سمعت الاغنيه وماذا بين نعاود نسمع اكستري بعد ما حكينا تاو نعاود نسمع منها اكستري اخر. ميرسي على الحضور نتاعك. نسيم عندك سؤال ضيفنا عندك ما تضيف للضيف والله ايش يقول لك ضيف للضيف شو باش تقول لي اصلا ما تتاسف ليش بقدره ربي نعرف كل شيء معناها شوف لكم بلاصتو انا ما لا لا ذيك ذيك في الحاصل اكيد الحاصل في الديجيتال شنو هو علاقتك بالديجيتال شنو هو ينجم يضيف لك للديجيتال بيان سور هو اللي يوصل فيك مي شنو فماش تكتيك مثلا يخليك فيسع فيسع بخلاف تاقيك قرنقص في الانستغرام ليه عاد اجي نحكي لك حاجه خويا راجل فما حاجات فما ديز الجوريثم فما حاجات على الانستغرام انا ناكد للليزارتيست ناكد لهم اللي الحاجه اكثر حاجه تنجم تخليك توصل صوتك للعباد هي الانستغرام واضح فهمت من بعد اليوتيوب واضح ومن بعد الحاجات الاخرين فيسبوك الور لا انا راني جمله العباد خاصه ليه لحظه ليه باش نعطي بوان زيد خاصه ريت الفيسبوك بالنسبه لي انا قاعد نشوف توكسيك تنبير برشا برشا ما فما حتى حاجه في الفيسبوك تصلح العباد معناتها فاش يعمل نفس العباد تقوم على انستغرام يحكيوا نورمال على الفيسبوك تقلب فما ناس عاملين ديفو بروفيل باش يسبوا تلقاه يسب في الباج هذيا فما ناس تخلص كاريمون فما ناس تخلص باش تسب ولا بارتي بوليتيك وكذا وكذا باهي نحب سمعنا حويجه عندك حويجه حلال فريستايل ناو لا ما عنديش بالله شنو هي حاجه حلال راهو في السينما في الراب ما فماش راهو فما الكلام يتقال كيما هو نرمين ليه خليني نفهم حاب نفرح قلبي هنا ما يتقالش في الميديا احنا لهنا نسانسرو ما نسيش نسانسرو ما تقوليش كلام راب نظيف راب قال مالك معايا في ديما معاك احنا نسانسرو عقليه الفمير يا خويا نعاودوا نسمعوا اللي كنا نسمعوا فيه شويه اكستري صغير على خاطر سيرج امي توسط كل قلبي خبيري ما تخليكش هذاكم بيهم عمرك يسقط كيما اوراق الورد بابا عمر روحو ما وشوني قولك راجل طيب تصرف جيب متاعو يدفى من البرد سيحة مني خلي ثيقتك في روحك كبيرة